خلينا نشوف اللقطة أبو خالد معك. تفضل. هذا الطفل الاتحادي اللي بعد الهدف الثاني يبدو أنه يعني يمثل حال البيت الاتحادي حاليا. تفضل أبو خالد. والله هذا يمثل ما يمثل البيت الاتحادي، هذا يمثل كل عاشق في 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 نادي الاتحادي، يمثل كل انسان تكلمت عنهم المشجعين الاتحاديين، هؤلاء البسطاء اللي يجون للملعب بمختلف اعمارهم وسنهم. هذا جيل نما حتى مع الجيل الحالي اللي موجود، ظهر في الثلاثة أربع سنوات الأخيرة على غفلة من الزمن بدون أي تهيئة لحضوره أو لتواجده في فريق أول ذو عبء تاريخي كبير جدا وإرث تاريخي كبير لفريق الاتحاد، ظهر بدون مقدمات بدون أي مناسبة جدا لهذا الجيل، وأعتقد أنه هو المستحوذ على المشهد الاتحادي وكل شيء كان ملكه، الدعم ملكه، الجمهور خلفه. لم قلت له وأرجع أكررها وكل مرة أكررها، لم يحصل هذا الجيل، عفوا كل الأجيال في تاريخ نادي الاتحاد 88 سنة، على ما حصل عليه هذا الجيل من دعم جماهيري تاريخي لم يسبق أن يحصل عليه أي فريق بطل، لم يحصل عليه أي فريق في الكرة السعودية لم يحصل على هذا الحضور والعدد التاريخي من جماهير نادي الاتحاد، لم يحصل. بقول لك فقط نادي الاتحاد، حتى الفريق الفرق البطلة اللي كانت تحقق حتى في ملاعب السيد الملك فهد لم يكن يحضر في مبارياتها الدورية العادية، أقل معدل حضور جماهيري كان 36 ألف متفرج في المباريات، وهي أرقام تتحدث وليس محمد البكيري اللي يتحدث عنه. فاليوم هذا تنتظر هذه الدمعة اللي نزلت من الطفل، هي نزلت من الكبير ونزلت من العاشق ونزلت في أكثر من مباراة حسرة وألم على ما يقدمون هذا الجيل. قلت لك وأرجع وأتكلم ثاني مرة إن المسألة لم تعد عند جماهير الاتحاد هي مسألة فوز أو خسارة، لكن مسألة شرف اللاعب ورغبته الحقيقية في الدفاع عن شعار نادي الاتحاد، عن فريق ذو تاريخ عريق وإرث كبير وعن كيان له سمعته ومكانته في الكرة السعودية وممكن في الكرة الآسيوية والعربية. أن ينهار بهذا الشكل السريع وهذا الشكل اللي متدني جدا، يعني في كل مباراة لا يعطون الحق الشيء الحقيقي اللي يستحقه شعار نادي الاتحاد ويستحقه مدرج نادي الاتحاد، فكيف انت ترغب من مدرج انه يقف معاك وانت يعني استنفذت كل صبره واستنفذت كل طاقته واستنفذت كل امله انك انت على تقدم؟ لم يطلب هذا المدرج من جماهير نادي الاتحاد، عفوا جماهير نادي الاتحاد هذا المدرج، لم يطلب من هذا الجيل تحقيق بطولة، ولكن كان يطلب منه تحسين المستوى والعودة إلى دائرة المنافسة والإحاء فعلا إن أنا أستحق إن أنا أقف وراك مرة ومرتين وثلاثة وأدفع 35 ريال بدل مرة مرتين وثلاثة وأربعة وأحسها حلال لهذا الفريق إن هنا أنا أقف وراه موجود. وأرجع أكررك إنه أقل حضور جماهيري حاضر للاتحاد في مباريات هذا الموسم 17,000 متفرج، هي أعلى معدل حضور جماهيري كان يحضر للجيل الذهبي في استاد الأمير عبد الله الفيصل. فمن حق هذا الطفل مو يبكي على هذا الجيل، أنا أقول لك ولا يدمع على هذا الجيل ولا يستحق هذا الجيل لا أحد يدمع عليه، لكن يتحسر على كيان يحمل شعاره الأصفر والأسود وله تاريخه أن يقدمه هذا الجيل أو يتحمل مسؤوليته مثل هذا الجيل.